أولادي ربي يرحمهم. ربي يرحمهم. ماتوا كامل في 8 ربي يرحمهم. ربي يرحمهم. ومن أولادي سما صرت يعني جاني مرض سرطان. بصح الحمد لله كي درت العملية نجحت، يعني ما نقدر نقول لك نجحت ماهيش ناجحة، المهم منعت من المرض. بصح حاجة وحدة أني فقدت الحواس، مثلا السمع مانيش نسمع مليح، وليت درت سماعة لازم لي سماعة، حاسة الشم، حاسة الذوق، هذو كامل يعني فقدتهم في العملية الجراحية. بصح هذه ماشي خلتني يعني نولي اللور وخلتني ذاك، خليت حديت يعني المرض، حديت كلش. سبحان الله. هي صح الأم لما تفقد ولادها مش حاجة سهلة. صح صح. والإنسان لما يفقد واحد فقط راهو يتعذب، راهو يتألم بزاف، فما بالك يعني أنا فقدت 8. الله يعني كنت كل مرة دير أمل في واحد، إن شاء الله نقول هذا إن شاء الله يعيش. وهادو كاع زيتيهم ولا ماتوا في كرشك؟ لا ماتوا ربيهم أنايا، ماتوش في كرشي أنا ولادي. سبحان الله. هذه هي سما ربع بنات ربع دراري. والسما يعني صحية كبدة وعرة، ومحال يعني الأم تنسى ولادها أبدا. صح. حتى لو كانت تولي عجوز. هي سما من بعد أنا وليت، مش وليت ندير، أنا أصلا كنت نخدم في العمل الخيري من قبل يعني. الله يبارك. بصح العمل الخيري ماهوش كان في الحياة حاجة كبيرة يعني. حاجة صغيرة هكذا نعاون كما كاع لي جروب اللي راهم دوكا. بعد انا وليت دخلت في المشاريع الكبيره، دخلت كما بناء تاع تهيئه تاع الدار العاجزه تاع صالح باي. كانت ثاني قامت لي بزاف في ذيك الضربه، كنت ندير العمليه الجراحيه وكنت نعاود نخدم فيها. ومن بعد كي خدمتها الوقت هي 7 شهور كامله. وانا سما حتى اللي كنت ندير الضمادات هذيك كنت نديرها ثم في الدار العجيزة، بس كان معدهم الطبيبة وعدهم كانت هي اللي كما قلوا تغسل لي جرح تغسل لي. بس وليت من بعدها وليت عاودت الدار اليتامى، وعدت بعدها وليت كفلت باليتامى، وبعد وليت المشاريع تاعي تطورت، وليتي كما قلت يسموك أم اليتامى. فوالا. من بعد درت الطابعات تاع العنصر الجماعي، أني نختار الفقراء والأيتام. فوالا. العنصر الطبعة الأولى كان في الصيف فقط، يعني الصيف خيرت منهم، بس الطبعة الثانية خيرت من كل بلدية تاع سما العرس وطني. يعني الحمد لله كان العرس يعني ناجح 100%. الله يبارك. والعرس اللي نديرو يعني نديرو كي شغل ولادي، نديرهم كيما ولادي. حسيتي هكا شويه بلي ربي يعوضك بهذا. فوالا. تبكي في لمو راح السنه، حضرت عزامه.